شيء مثل حضرتكم فكرتوا ان انا وصلنا لاي رضاعه او يعني الصباح خلينا منها جزء هنكمل النهارده بقى احنا يعني ما جبتش المره اللي فاتت قلنا نعم 20 20 رؤيه سفر الرؤيه قلنا المره اللي فاتت ان الاصحاح 20 ده من الاصحاحات المهمه واصحاح 20 سميناه اصحاح الملك الالفي وقلنا ايه هو الملك الالفي وشرحناه وقلنا الملك الالفي ده في ناس كتيره بتفسره بطريقه مختلفه عن كنيستنا الارثوذكسيه وقلنا نروح تفسيرين وقلنا التفسير اللي يحب يعني يعيد العظه ممكن يخش على اليوتيوب ويلاقيها. النهارده هنكمل اصحاح 20 ارامية 4 يقول ورايت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما ورايت نفوس الذين قتلوا من اجل شهاده يسوع من اجل كلمه الله والذين لم يزود الوحش ولا لثلث ولم يقبلوا السماء على جباههم ولا على ايديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح الف سنه. وانا الذين لم يزودوا للوحش ولا للصوره اللي هم اولاد ربنا اللي مش هي فكرهم هيروح مع الشيطان واحنا قلنا ان رايت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما ان احنا هندين كل الناس اولاد ربنا هيدينوا ازاي هيدينوا الناس قلنا مش هيدينهم ان هم هيدينوا لا المسيح هو اللي هيدين لكن الاعمال صالحه هيدين اللي مش اعماله صالحه وادينا مثلا زي مثلا يكون يعني عندك ابنين او ولدين نفس التربيه نفس الاب نفس الام ولد ناجح قوي ولد مش ناجح فيجي اللي مش ناجح ده يقول لك يا بابا اس لي واعذار واكسكيوز تقول طب هو اللي مش ناجح اللي ناجح اهو هو هيدينك ما هو واحد ناجح اهو طب ده ازاي ناجح وانت مش ناجح؟ يبقى اللي ناجح اعماله او نجاحه هيدين اللي مش ناجح، هكذا برضه لما يقول ورايته مش هنبارك هيعطوا حكما والكاتبين بها بيقول الناس اللي هيعطوا حكما هو المسيح هيدين ولكن احنا الاولاد ربنا باعمالهم الصالحه في اليوم الاخير هندين بقيه الناس اللي اعمالهم مش صالحه بايه؟ بالاعمال الصالحه. ورايت نفوس الذين قتلوا من اجل شهاده يسوع من اجل كلمه الله الناس اللي استشهدوا او الناس اللي كان ليهم مبدا واضح في حياتهم الروحيه من اجل المسيح. والذين لم يزهدوا للوحش. كل الناس اللي بعدت عن الشيطان وما خدتش فكره الشيطان وتابت حتى لو كان واحد وقع فتره من الفترات لكن رجع لتوبته طبعا ده انسان لم يزهد للوحش ولا لصورته. ولم يقبلوا السمع على جباههم. اشمعنى السمع على جباههم؟ لان الجبهه تملي رمز للفكر. لما يجي مثلا عند ابنك مثلا تقول يا سلام انت عقلك ده وتبوسه هنا في عقله تمام الاب يبوس ابنه فين؟ في الجبهه ليه؟ عشان يبقى انسان حكيم تقول يا سلام ابني ده انسان حكيم زي ابوه كده ها تمام الاب كده يفتخر بابنه تمام البوسه بتاعت الاب تبقى في الجبهه هنا دي معناها ايه؟ معناها ان الولد ده حكيم له عقل يعني فتمام العقل رمز الايه؟ الجبهه رمز الانسان اللي بيفكر فتفكيره ايه؟ تفكيره حلو من عقله، تفكيره وحش من عقله. فالإنسان اللي هو ماشي ورا الشيطان هو إنسان سمته عقله فكره فكر الشيطان. تمام ليه؟ بيفكر في الشر. بيفكر في الشر. فعقله بيفكر في الشر وقلبه بيطلع كده بنبضات كده ها الشر. فهم دول على جنابهم وعلى أيديهم السمة، اشمعنى على أيديهم؟ وأنا برضه ما أعرفش ما قلناش يعني ما كملناش السؤال يمكن الآية دي. لكن قلنا ايديهم ليه؟ لان الايد اللي بتشتغل. الايد اللي بتبقى فيها تمل الشر. يبقى الفكر سمة شيطان وعمل عمل شيطان. طبعا بعيد عن ابويانا وبعيد عننا كلنا. اللي رفض فكر الشيطان هو اللي بينفذ وصية الله. وزي ما بنقول باستمرار انت ما ينفعش انك انت يعني ايه تكون متذبذب ما بين الفرقتين. ابقى مع الله بالكامل. ابقى بعد الشر علينا نبقى مع العالم. ما ينفعش. وقال لك سيابونا يعني اخبار الواحد لازم كده يعني افهم وما احنا ما بنقولش لا ما بنقولش ولاد ربنا لازم يقعدوا في الكنيسه كده الصبح وليله ما بنقولش كده بس حتى وانت رايح تتفسح مع ولادك في فكر المسيح واحد رايح تنبسط في فكر المسيح يعني جاك واحد يقول لك انا كنت في ريزورت مصيف فما قدرتش اصوم ازاي؟ ليه؟ ازاي احنا نسينا نصلي؟ طب ليه نسيت تصلي؟ هو عيب ان احنا نروح نتفسح ونصوم؟ هو عيب ان احنا نتفسح ونصوم؟ ايش جاب ده؟ لا
يعني سأل قلبك وسأل ربك، لا سأل ربك وسأل ربك، دي بتاعت ربنا، دي بتاعت العالم. احنا كنيستنا ولاد ربنا ما فيهوش ابدا الفكر العالمي ده خالص. عايشين في العالم، لكن العالم مش عايش فينا. احنا عايشين في العالم، وطبعا عايشين في العالم. لكن العالم مش عايش جوانا، مش عايش في قلوبنا. العالم عايش كده زي اتموسفير كده من بره كده، بيدور حواليه ويلف حواليه. احنا متحصنين. اوعى في يوم من الايام تقول طب ما نجرب. طب اولادنا لازم يبقوا ناصحين. طب ما يبقوا حكمة، مش ناصحين حكمة، بس حكمة بايه؟ بالكتاب المقدس، مش بالعالم. مالنا بقى لما قلنا ان اولادنا ماشي انت خرج بره وجوش بس مهم قوي. فزمان احنا تملي تقول يعني تملي احنا يعني بيخبرونا احنا لازم نبقى في الكنيسه، لازم نبقى ثابتين. مين قال كده؟ هو لازم يعني مش لازم نبقى ناصحين، حكمة، خليك حكيم. واحنا قلنا اولادنا يبقوا كده لا مؤاخذه يعني يبقوا هفق. مين قال كده؟ بس مش بالعالم. الحكمه مش حكمه عالميه، حكمه انجيليه كتابيه، يبقوا ناجحين. النهارده احنا باتراكنا وثقافاتنا وربانا كهنتنا شعبنا، هل هم هفق؟ مين قال كده؟ طب هو بيحب ربنا وما لهمش دعوه بالعالم خالص. فما اوعى تفتكر في يوم من الايام ان انا اجرب واخلي ابني كده يبقى برضه شويه العالم مش هشتكي عليه. ما حدش يشتكي عليه نعمه ربنا وقوه ربنا. يبقى اذا هنا الذين لم يثبت للوحش ولا لصمته ولا لصمته ولا لصمته عن ايه؟ ولا حتى يبقى بيفكر ولا لصمته ولا حتى خيال. لانك الفكره برضو اللي هيفكر في صوره الشيطان هيوصل ان يبقى جبهته واعماله شيطانيه. يعني هو شيطان بس بيوقعك، بس بيجربك، بيديك طعم، طعم شبه خطير. فاوعى تقول ساعد قلبك وساعد ربك وماله، طب معلش ما شويه كده وشويه كده، شويه كده شويه كده مش في حاجه. شويه كده شويه كده هتبعد، هتبعد. يبقى دي آية 4 وصلنا لها 4. عيشوا عيشوا في المسيح حتى ولو قليل. مش قليل تعيش في المسيح، لا حتى لو بيتك بقى في قليل. يقول لك الصديق يبقى معاه قليل يبقى فرحان. الصديق مع القليل يبقى فرحان. عكس بقى اللي يدور على الايه؟ العالم. ممكن يبقى غني بس يبقى مهموم. وممكن تبقى صديق والقليل ده يبقى كتير جدا، تبقى غني جدا من نعمة ربنا وغني ماديا. ربنا يديك كل يعني بلاش حته تمني تروح للعالم، العالم ده هيبقى صعب قوي. وشوف هيحصل ايه لولاد العالم، شوف هيحصل ايه. آية 5 وما بقيت الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة. هذه القيامة الأولى. أما بقية الأموات مين هم الميتين؟ الميت بالروح، الميت على المسيح. بقية الأموات وقال إيه؟ ورأيت وروشا. فقال ده بيتكلم على الناس اللي هم أولاد ربنا. بعد كده قال بقى اللي هم من قبل ولم يسجدوا. أما الناس الأموات يقول إيه؟ فلم تعيش. طب إزاي الأموات بتعيش؟ فلم تعيش حتى تتم الألف سنة. يعني إيه فلم تعيش؟ يعني هي أموات ولم تعيش؟ هي ميتة ولا عايشة؟ هي عايشة بالجسد بالظبط، لكن ميتة بالإيه؟ بالروح. وهنا الآية دي تفسر لنا حاجة مهمة جدا، ليه نبقى مع المسيح؟ عشان نبقى حي على الأرض كمان، مش في السماء. يعني مش في السماء، طبعا السماء هي رقم واحد، لكن كمان على الأرض عايش. اللي مش عايش مع المسيح هو ميت. الاب لما قابل ابنه الضار قال له ايه؟ لنا الابن الكبير قال له لنا ابني كان ايه؟ ميتا. طب هو كان ميت؟ كان عايش. لا كان عايش عيسى ميت. عارفين لما واحد يجي عدى على واحد كده بعد الشر كان هوملس كده كده ده هو ده عايش ده ميت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا ابني كل اختي يعني؟ حاجه صعبه بس ايه ده؟ هو ده عايش. هو الانسان في خطيه كده مش عايش. الانسان مش عايش. فهو ميت بالروح. الناس هو فاكر ان هو عايش. هو فاكر ان هو عايش. لكن في الحقيقه هو مات. الآية تقول الذي يرفع الخطيه هو عبد الايه؟ الخطيه. والعبد الخطيه ده انسان ميت. نحط كمان بقى آية جت في سفر في الإصحاحات الأولى لك إيه؟ لك اسم إنك حي وأنت ميت. لك اسم إنك حي. اسم اسم بيتقال حي. حي فلان ده اسم بالجسد. لكن مات بالروح. كنيسة حابة تعتبر إن أي إنسان بعيد عن ربنا
لحد لما يجي يعيش في ربنا ويتوب، يبقى كده عاش. اللي ما فيهوش محبه المسيح ميت. زي المسيح مات المراه السامريه، صدقني يا امراه الذي يشرب من هذا الماء يعطش. على فكره بعد ما قالها كده تاجت بس قديسه، بس رجعت تاني تشرب من الميه، بس عشان ايه؟ الجسد. لكن الروح هي شربت المسيح خلاص، ما بقتش خايفه، ما بقتش عبد للخطيه، ما بقتش تخاف من البشر. الخوف اختلف، الخوف اختلف، بالعكس بقت جريئه جدا تقول كلمه الحق. اللي ما بيعرفش يقول كلمه الحق ليه؟ النهارده فور اكزامبل يجي واحد النهارده ما بيقولش كلمه حق. ليه مش بيقولش كلمه حق؟ لان الناس ماسكه عليه حاجه، ما بيقدرش يقول حاجه. لو قال حاجه على حد يعني النهارده مثلا بعد الشهر يعني حطها فيا، ابونا جه النهارده واحد عمل غلطه كبيره مش قادر يقول، ويعين الغلبان ماسك في الاخر غلط والله غلط، طب انت اشمعنى مش قادر تزعل ده؟ بعد الشهر مش ماسك لي زله، عملت حاجه غلط قدامه. طب وليه كده؟ خليك جريء. ازاي تبقى جريء؟ انك تبقى مع المسيح. اول ما المراه السامريه بقت مع المسيح مش خايفه. ازاي تحولت؟ ولا تسال انا ما اعرفش حاجه بس بقت جريئه. يعني مفيش حاجه تخوفني. نفس الفكره في المراه الخاطئه اللي نسال كلمه المسيح ما خافتش. نفس الفكره المراه اللي مسكت في ذات الفعل ما خافتش. طبعا انت بقى لي مره الشمره انت بتغلط، طبعا الراجل بيغلط، لكن المراه هنا رمز للنفس البشريه. فاهمين؟ النفس البشريه اللي بتبقى قويه بالمسيح وتتوب خايف من ايه؟ بقول لك انت عملت، اه طبعا عملت بس تتوب خلاص. خايف من حاجه. فالمراه السامريه هي عطشت بالروح. والذي يشرب من الماء الذي انا معطيه ولا يعطش الا بعد. ياخذ من بطنه ايه؟ انهار ايه؟ حياه. روح القدس يشتغل فيه ويعمل فيه. هذه هي القيامه الاولى. شوف يقول له ايه؟ هذه هي القيامه الاولى. يعني ايه القيامه الاولى؟ ما في قيامتين وفي موتين. في موتين وفي قيامتين. في واحد يموت مره واحده. في واحد يموت مرتين. وهتيجي بعد كده. احنا متنا كم مره دلوقتي؟ مره. في المعمودين. احنا متنا خلاص. ما فيش موت تاني. الموت التاني ده موت جسدي ده ما يفرقش معانا. احنا موت مره واحده موت المعمودين. وقمنا قمنا في المعمودين برضه. ما المسيح صلى يا واحد. اتعمدنا ثلاث مرات ثلاث ايام. يا رمز يا فاحنا قلنا فاحنا عايشين القيامه الاولى دلوقتي. مين هو اللي عاش القيامه الاولى؟ مين هم؟ اللي هم رايت روحا فجلسوا عليها وقلتوا حكما ورايت نفوس الذين قتلوا احنا الذين قتلوا من اجل شهاده يسوع من اجل كلمه الله الذين لم يسجدوا للوحش. دول ايه؟ دول قاموا عايشين القيامه. يقول عايشين القيامه دلوقتي. ايوه انت عاش القيامه، عاش القيامه الاولى. يقول له ايه؟ واما بقيه الاموات فلم تعيش حتى تتم ال 1000 سنه، وهذه القيامه الاولى. فلم تعش حتى تتم ال 1000 سنه. وهذه القيامه الايه؟ الاولى. طيب الاولى هي المعموديه. العالم بالنسبه لي اتصرف خلاص. وانا اتصرفت فعلا. ال 1000 سنه لا ال 1000 سنه حضرتك حضرتك شغالين فيهم. اه ما هو احنا قلنا المره اللي فاتت، المره اللي فاتت قلنا ايه؟ لان نقول تاني معلش، ال 1000 سنه دي في بيقولوا ايه؟ وفي بعض البروتستانت بيقولوا الكلام ده. او كثره البروتستانت بيقولوا كده. بيقول ال 1000 سنه دي المسيح هيجي يخطف المؤمنين. ها؟ وال 1000 سنه دي هتبقى فتره على الارض المسيح هينتشر فيها، عشان تبقى صعبه جدا. لا احنا ما بنقولش ال 1000 سنه دي بدات من يوم القيامه لحد العلامات اللي الشيطان لما هيتساب. اللي مش هيحس بالضيقه دي منهم هم المؤمنين. فده الرأيين بتوع ال 1000 سنه. انتم اموات في العالم لكم احياء في المسيح. احنا اموات في العالم ومش العكس صحيح. مش احنا اموات في المسيح واحياء في العالم. اللي ما عندوش حساسية العالم ده عايش في المسيح وحي. اللي عايش في المسيح ممكن يكون عطشان، ممكن يكون جعان للعالم، بس مش حاسس بده خالص. ممكن يكون على قده، ممكن يكون
عطش الى ايه؟ الى البر. انت عطشان وجعان العالم ولا جعان وعطشان للمسيح وبر المسيح؟ الانسان اللي عايز يشبع بالمسيح هو العايش القيم الاولى. والانسان اللي عايش بالمسيح هو ميت الموت الاول في المسيح، معموديه ميت. في قصه لوسيوس جميله جدا، لما كان عايش مع واحده وكان عايش في الخطيه، وبعدين بعد التوبه فقفل على نفسه، فجت تخبط عليه. مين؟ فقلت له انا فلان، افتح يا اغسطينوس. قال لها اغسطينوس ايه؟ مات. قال له مات اغسطينوس، انا صوتك عارفاه. لا لا، ده مش اغسطينوس اللي كان معاك، ده اغسطينوس واحد تاني. ودي المعموديه، دي التوبه. دي التوبه، ان الواحد يموت عن العالم، يموت عن الخطيه. احنا متنا عن الخطيه، متنا عن العالم. في اي ست يقول مبارك ومقدس. من له وصيف في القيامة الأولى؟ مين هو له وصيف في القيامة الأولى؟ إحنا كل اللي تعمله مبارك. شوف، مبارك ومقدس، يعني إحنا قديسين. يعني نيجي في القداس نقول القدسات القديسين، إحنا قديسين. بس يقول أنا خاطي. ما هو لما جيت في القداس الإله يقول لك إيه؟ القدسات القديسين. وبعدين يجي الناس تقول إيه؟ واحد هو الله القدوس، واحد. يا أبونا إزاي بتقول كده؟ إحنا قديسين؟ طبعا احنا قلنا قبليها لما سجدنا، ها، نقول الروح القدس بيحل على القرابين يطهرها، ويحل علينا احنا وايه؟ ويطهرنا. ما احنا ازاي بناخد نسبه من المسيح؟ طب بس انا خاطي، الراجل ده بيتجاهد. فنقول ايه؟ القدس القدس يعني اقول لك ايه؟ باصي السلام للجميع. ايه؟ 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 ما انت اخذت الروح القدس. فده يقول مبارك وايه؟ هو مقدس. مين هو المبارك المقدس؟ اللي عاش القيامه الاولى، اللي في المسيح يسوع، اللي بيجاهد ياخد اسرار. مبارك ومقدس اللي هيعيش القيامه الاولى، واللي مش هيعرف القيامه الاولى نرجع اللي قبليها، لعيس سمات الوحش على جباههم وعلى ايديهم بعد الشر. هؤلاء ليس للموت الثاني، او بص او جاب الموت الثاني، او بص او ده وصيف في القيامة الأولى. هؤلاء ليس الموت الثاني سلطان إيه؟ عليهم. حط مليون خط تحت الآية. قلت له أنت تخاف من الموت؟ تخاف من الموت ليه؟ الكتاب المقدس وعدنا وقال ليس له سلطان الموت الثاني. فاكرين لما المسيح قال لتلاميذه هناك قوم لا يذوقون إيه؟ الموت. طب إزاي بس؟ هو في حد مش هيشوف الموت؟ قال لا يذوقون الموت يعني إيه؟ يعني مش هيحسوا. الموت بالنسبه لهم مش هيبقى حاجه. ايه ده الموت؟ ممكن يبقى فيه حبه، يعني ايه؟ يعني ايه الموت؟ احنا مش عارفين، حياه ثانيه. الواحد عارف انها حياه حلوه، بس الواحد خايف شويه، الخوف الطبيعي. لكن مش خوف زياده، خوف زياده خايف منه. ليس مين اللي يخاف من الموت؟ بعد الشر برضه نرجع تاني، الذين ها لهم سمة ايه؟ الوحش على جبهه وعلى ايديه. هم دول بيخافوا من سلطان الموت الثاني. احنا بالنسبه لنا مفيش موت تاني. في موت اول، قيامه اولى، ونعدي الموت التاني ونخش على القيامه الايه؟ التانية. عشان كده احبائنا لازم نراقب، متاكدين هم في فردوس النعيم. زعلان ليه؟ ربنا ده حرام، ده تعب، مرض، هو مرض، 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 هيتعب، لكن بعد كده كل ده يتنسي. احساس الروح وهي خارجه من الجسد ده، لو انسان مؤمن وانسان قديس ده. في ناس كانوا على سرير الموت غير مبسوطين وفرحانين وبيضحكوا وشايفين قديسين حواليهم. ده في ناس كانت بتقول تسبيحه وهي على سرير الموت، مش كده؟ يبقوا شايفين المسيح وشايف الهدايه. مش ده خايف على فكره، تبقى حقيقه انهم الموت الثاني ليس لهم ايه؟ ليس عليهم سلطان على الموت الثاني، الموت مش سلطان عليهم. بل سيكونون كهنه طلاب المسيح وسيملكون معه 1000 سنه. بل يكونوا كهنه الله. ايه ده بقى كهنه الله والمسيح؟ ما تخافش، ما تقلقش، ما تقول كهنة، شوف زي ما بيصلوا بيقول كلنا كهنة، كلنا كهنة، ايوه كلنا كهنة. بس في كهنوت عام وفي كهنوت ايه؟ خاص. الكنيسة الأرثوذكسية بتعترف كده على فكرة، إن في كهنوت. طيب احنا كلنا كهنة وملوك. بس كهنة وملوك مش فاكرة إنك أنت تيجي تقدم أسرار ولا تقدم ذبيحة. في كهنوت عام. كهنوت عام أخدناه إمتى؟ في سر المعمودية برضه. لما لبسنا الزنار الأحمر.
في سر الجواز برضه بناخد الكلام بتاع العقل. شوف اخدناه كم مره؟ بناخده كتير. ده كل مره بتخش تتناول بتاخد كلام بتاع العقل. انت كاهن. كاهن يعني ايه؟ كاهن كان الله العلي ممسوح. الكاهن في عالم الكروبين بيتمسحوا. طب انت مش ممسوح، ممسوح بايه؟ سر المعموديه، سر الميرون الاساسي في المسح المقدس. ها؟ سر ايه؟ سر الفلسطين، سر الشكر. فدي ما تقلقناش، بس ده ما يمنعش ان في كهنوت ايه؟ خاص. ها؟ اقبال الروح القدس ما غفرتم لنا، ده ما هو المسيح كل الناس وفيها الروح القدس. لكن اعطى للتلاميذ قوه حل وربط الايه؟ الخطيه. اقبال ما غفرتم لنا، دي ما قالهاش الناس كلها. يبقى هنا في كهنوت عام وفي كهنوت خاص، دي ما تقلقكش. لا احنا لا كهنوت اب ولا كهنوت، بس في كهنوت خاص مع الكهنوت العام. الكهنوت الخاص بيقدم ثلاث انواع من الذبائح. الكهنوت العام بيقدم ذبيحتين من الذبائح، يعني حتى الكهنوت العام بيقدم ذبائح. لو احنا رجعنا كده في كده ايه نطلعها في العبرانيين. عبرانيين 13 14 و15. اسالكم ما تتلخبطوش ما تقلقوش. 13 14 و15 يقول ايه؟ فلنخرج اذا اليه خارجا محل حاملين عار، لان ليس لنا هنا مدينه باقيه لنا ندخل عليها، فنقدم به في كل حين لله. شوف ذبيحه التسبيح اي ثمره شفاء معترفه بالاسم، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لانه ذبائح مثل هذه يصلى الله. يبقى احنا بنقدم ذبيحتين للكهنه العام. ايه الذبيحتين دول؟ يبقى مقدمين ذبائح التسبيح. يبقى انت كل مره بتسبح فيها بتقدم المسيح ايه؟ ذبيحه. يبقى انت كاهن، انت بتسبح وبترتب القداس والالحان. وايضا ذبيحه ايه؟ العطاء. كل مره بتقدم فيها عشور، كل مره بتقدم فيها واحد غلبان، كل ما بتدي انت بتقدم ايه؟ ذبيحه. اما الكهنوت الخاص بيقدم الذبيحتين دول مع ذبيحه ايه؟ اللي في انت ما تقدرش تعمل ذبيحه في خمس دقايق، ما تقدرش تمسك حد. صح؟ لكن بتتقدم للتناولات، دي ربنا خصصها لناس معينه. يبقى احنا هنا برضه دلوقتي فهمنا ايه هو الكلام ده. يبقى احنا نفرح جدا بالايه دي، ليه؟ اولا الناس اللي في المسيح يسوع الاصحاح الجديد ده جميل. من اول اصحاح 17 حلو بيتكلم على الابديه والايام الاخيره. يعني انت النهارده اللي واخد كريدت، واخد ميمون، واخد معموديه، يقول لك انت ايه؟ انت قديس. وعشان انت قديس مش هتشوف الموت التاني. وانت ليك نصيب في القيامه الاولى ونصيب في القيامه الثانيه. وايضا هتكون كاهن الله وكاهن المسيح. وسيملكون معه 1000 سنه. 1000 سنه ده رقم رمزي. 1000 سنه ده رقم رمزي. الكمال. مش في ايه بتقول وتكميل الثمار وفي ايه في القسمه؟ انا يا ابونا لا تعبان خالص، ما اجيبش 10 من 100. يقول لك امال مش بتجاهد؟ وزنتك 10؟ اه. طب مع الوزن اللي جبت 10 ثاني؟ اه. بس ده ايه ده؟ ده ما يعديش ده. لا تعدي. تعدي ما دام بتجاهد تعدي. وزنك وجبت وزن ثاني تعدي. ازاي تعدي؟ ها؟ وسيتملك معه 1000 سنه. زيك زي واحد جاب 100. لان ربنا بيكمل ما تقلقش. انت قلقان ليه؟ خايف ليه؟ بس ما تستهينش بنعمة ربنا ورأفة ربنا. اثمر في الحبة القليلين اللي معاك واثمر فيهم. هتجيب ثمار وتملك أيضا مع إيه؟ مع المسيح. آية 7. ثم ماتت لما ماتت 1000 سنة؟ آه. الألف سنة اللي إحنا عايشين فيها. ثم ماتت لما ماتت 1000 سنة؟ وحل الشيطان من سنه. دي بقى في الحتة اللي تخافوا شوية. طب ايه دي بقى؟ ايه السجن اللي اتسجن فيه الشيطان؟ كلمة الله. زي ما قلنا المرة اللي فاتت بشرحها بقى، بس نشرح تاني في الآية دي، إن الشيطان مربوط. لكن في نهاية الأيام بعد الألف سنة الشيطان هي إيه؟ هيتساب. بس هيتساب على مين؟ على البعيد عن ربنا. هيتساب أكتر.
يعني في الألف سنة احنا اللي احنا دلوقتي فيهم، وفي ناس بتقول الألف سنة دي ربطت خلاص أو خلصت، شايفين الشيطان هيك. اللي هيتأثر مين؟ ولد العالم. وما أكثرهم في هذا الوقت. في الآية حتى المختارين حتى المختارين هيضلهم. ايوه. ودي برضه حاجة زيها. حتى المختارين هيضلهم. مين المختارين؟ اللي شكلهم مختار. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي او ما قبل الألف سنة، الألف سنة الشيطان في مربوط. مين اللي بيتبهدل؟ اللي بيروح للشيطان. زي ما قلنا فاتت، الشيطان ده زي وحش مربوط، بس مربوط بسلسلة، وهو له دايرة معينة قاعد فيها. مين اللي هيتعب منه؟ زي ما قلت ما فات مثلا، في وحش هنا بره ومربوط. يا جماعة ما تروحلهوش، واحد عايز يروح. لكن لما الشيطان هيتساب هيتساب. بس مين اللي يقدر على الوحش؟ القوي. اقف. أمورك اقف. طب مين بأمر مين؟ المسيح بالصليب. فيجي هنا يقول له ايه؟ ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سيناء. والشيطان مربوط بإذا ما تعرفوا بكلمة الله. انتصر عليه بكلمته في التجربة على الجبل، وانتصر عليه هزيمة ساحقة في الصليب. وعشان كده المسيح قبل الصلب يقول ايه؟ ورأيت الشيطان نازلا من السماء كالايه؟ كالبرق. ازاي شافوا المسيح؟ شافوا في الصليب نازل من السماء كالبرق، يعني انهزم، يعني اتربط. هنا سجن الشيطان. يقول ويخرج الشيطان ويضل الامم الذين في اربع زوالات، جوج ومجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. ويخرج ليضل الامم. بعد الألف سنة يخرج ليضل الامم. يعني عمل الشيطان بالايه؟ يجي بالضرار. يضل. هيجي على سكان الارض. نتمنى ما يبقاش في هذا الوقت على الارض. لان ايماننا يضعف. لكن حتى الايمان قوي ما يخافش. عشان كده المسيح قال مرة تلميذه ايه؟ هل عندما ياتي الانسان سنة هل يجد الايمان على الارض؟ هل يجد الايمان؟ ليه؟ عشان ما تتساب. كل الناس هتبعد. قالوا لي ما لازم يخلصون في هذا الوقت. بولس الرسول ايضا برضه في تسالونيك يقول ايه؟ السوك الثانية اللي بيكتب الاصحاح الثاني ثلاثة. يقول لا ياتي المسيح الا بعد الارتداد. يعني ايه؟ يعني يحصل ارتداد عظيم في نهاية الأيام. ولو في عظة احنا كنا قلناها وعايزين نقولها ثاني. كان السنة قبل فاتت في آخر شهر في السنة القبطية في المجيء الثاني، قلنا ايه العلامات بتاعت المجيء. فمن ضمن العلامات الارتداد العظيم، ودي برضه هتيجي هنا ونتكلم فيها. فبولس الرسول هو اللي فهم لنا الكلام ده، قال ايه؟ لا ياتي المسيح الا بعد الارتداد. الارتداد ده ايه؟ بقى 1000 سنه. ده رقم رمزي. هيساب الشيطان، هيحصل ارتداد عظيم. اولا ويستعلن انسان الخطيه ابن الهلاك. يستعلن يعني هيبان انسان الخطيه ابن الهلاك. يعني كل الناس في الوقت ده، مش كلهم، معظمهم. حتى ولو كان شكلهم مسيحي او اسمهم مسيحي، لكن هيروحوا يبقى في ارتداد. في ارتداد عظيم. يبقى علامات اخر ايام هنجد فيه ارتداد على الارض، ودي علامه ان الشيطان هيبدا ايه؟ ينفك. يبقى الشيطان هينفك، يبقى فيه ارتداد عظيم، والارتداد ده هيستمر لفتره. وبعد كده يقول ايه؟ يبقى فيه حروب. طيب. وهيضل الامم الذين في اربع زوايا الارض، يعني في كل الايه؟ في كل الكره الارضيه. في اربع الايات دي مهمه قوي. دي بتوضح علامات المجيء، بتوضح اخر الايام هيبقى شكلها ايه؟ يبقى هيضل الامم الذين في كل الارض، جوج ومجوج ليجمعهم للحرب الذين ايه؟ الذين عددهم مثل رمل البحر. اعداد لا حول ولا قوه. ايه جوج ومجوج ده؟ جوج ومجوج ده ليها اكتر من تفسير. انا لكم انا رايي ايه؟ في بيفسروها بان جوج ومجوج دي روسيا ودي جت في حزقيال 38، في اول سفر حزقيال صح 38 جوج ومجوج دي.
وقال ان ده رئيس روش. روج اللي هي روسيا. اللي هي روسيا. وماشك كان برضه فيها كوب وماجوب ماشك، ماشك اللي هي ايه؟ موسكو. في الوقت ده كانت دي عباره عن قبائل كان موقعها بحر قزوين. اللي روسيا دلوقتي، بحر الاسود. وعملوا حروب في العالم، حروب كانت قويه جدا. فبيقولوا ان في نهايه الايام ايضا هيبقى في حرب جايه من روسيا من المنطقه دي بعد الارتداد العظيم. يبقى ده تفسير. في راي اخر بيقول انها مش روسيا بل هي دول ثانيه. في راي انها اوروبا لما هتجتمع، وده اوريدي اوروبا بقت مجتمعه مع بعض. ده تفسير برضه سمعته من احد الاباء. في تفسير ثاني بيقول الصين هتبقى قوه عظمى وهتعمل حرب على كل العالم، العالم بكل حروب. طبعا الموضوع ده انتم بداتوا ايه؟ تخافوا منه. لا ما تخافوش. ما تخافوش يعني معروف ما تخافش. انا رايي ايه؟ زي ما احنا بنفسر سفر الرؤيا رمزي، وزي ما قلنا السماء بتاعت الوحش، وزي ما قلنا هرمجدون، وزي ما قلنا حاجات كتيره. فانا من رايي يعني بعد ما اسمع كل تفسير ان هو بيتكلم هنا عن الارتداد. الارتداد يعني ايه؟ يعني عدم معرفه الناس بالمسيح. روسيا هي اللي بتصدر كانت الشيوعيه. والشيوعيه مش السياسه، الشيوعيه الدين. الشيوعيه هي اللي صدرت العالم كله وقت روسيا الايه؟ الشيوعيه لكل العالم، مش كده؟ كل الشيوعيين بقت من روسيا. فعشان لو جت سيره مجوج، وهو مجوج اللي هي روسيا. فهي مش لازم تبقى روسيا بالظبط، لكن هي زي ما تكون ايه؟ الناس اللي هم هيرتدوا اللي هم هيبقوا زي الشيوعيين. ملحدين. فالناس هتلحد. وهتحصل حرب. والحرب دي تبقى للعالم كله، كل العالم هيخبط في بعضه. وهتنتهي العالم بهذا 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 الموضوع. ممكن تكون برضه حاجه رمزيه، مش لازم تكون فعلا ده هيحصل. مش لازم حرب، حرب ايه؟ حرب كل واحد مع نفسه. حرب، حرب العلم. ممكن. حرب التكنولوجيا. ممكن. ممكن. واذا كنا احنا برضه بنشوف ده النهارده. يعني النهارده روسيا الحادث بس رجعت. النهارده روسيا رجعت شويه، اه فيها ملحدين، النهارده الصين قوه عظمى وقوه ملحدين. النهارده الصين قد ايه؟ كم مليار الصين؟ مليار مش نص مليار؟ كام؟ اسف وصلوا كام؟ 100 مليون؟ الصين 100 مليون؟ مليار 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 مليار. فالنهارده كل دول ملحدين، فكل ده هي جوج وموج اللي هو الناس الذي لا تعبد الله، واللي هم عليهم هيبقى في حرب كتير. يبقى ممكن دي المعركة المشرع عليها في إصحاح 16 اللي هي باسم هرمجدون. لو احنا رجعنا فاكرين ان هرمجدون قلنا دي برضه كانت منطقة، ها؟ والمنطقة دي كانت سبب مشاكل كتير في القديم، فلما جت قال سيرة هرمجدون ان هيبقى في حروب كتيرة. فبرضه في نهاية الآية في حروب كتيرة. رمزها مين؟ جوج وماجوج. كانت في الوقت بتاع ايه؟ بتاع عسكري. هو بياخد من المعاني بتاعت العهد القديم عشان ايه؟ يوصل لنا الرمز. ايضا ممكن يكون في سفر حزقيال كان بيتنبا على نهايه الايام. ما هو النبوات بتاعت العهد القديم كانت ماشيه ازاي؟ ان النبوه بيتكلم عليه علشان ينبهنا لحاجه قريبه وعلى حاجه ايه؟ بعيده. ايضا في سفر حزقيال نبه على الموضوع ده. الناس دي هتتجمع. اللي بيفسر سفر اللي بيقول تفسيره في حته يعني دي هيبقى في فعلا حرب ناتجه من روسيا او ناتجه من الصين او ناتجه من البلاد دي كلها. على فكره يعني بس مش عايز اخش في الموضوع ده قوي يعني، لكن احنا بنشوف الكلام دلوقتي تقريبا. النهارده بقى في حرب من تحت لتحت ما بين روسيا والصين، ها؟ على البلاد الغربيه. ممكن كل العالم تتجمع. بيقول لك في نهايه الايام هيحصل ايه؟ بعض المسلمين بيقولوا كده ان كل البلاد تتجمع على ايه؟ على اسرائيل. هتقولي ازاي ده النهارده مع الغرب؟ لا. في الوقت ده هيحصل كده. وهتيجي برضه هنا. الناس دول هيتجمعوا عشان يحاربوا اسرائيل. اول ما يحاربوا اسرائيل، اسرائيل هتعرف المسيح. اول ما يقف الضيقه العظيمه، اسرائيل هترجع تاني لايه؟ للمسيح. النهارده العالم كله مع اسرائيل. وكل الحروب تقريبا اللي في العالم عشان خاطر اسرائيل. لكن اول ما العالم هيسيب اسرائيل زي دي ايه؟ مش هتلاقي قدامها غير مين؟ غير المسيح.
والقصه دي اللي شرح التفسير ده قال برضه حاجه حلوه قوي، قال ان القصه دي حصلت في العهد القديم في قصه يوسف. يوسف الصديق كان بيمثل المسيح. لما سابوا يوسف جاعوا. جاعوا. مش كده؟ لما باعوا يوسف وسابوا يوسف جاعوا. يوسف بيمثل المسيح. ولما رجعوا ليوسف شبعوا. نفس الحكايه. اسرائيل سابت المسيح في الارض. وجاعت. وهتتبهدل. وبعد ما هتتبهدل هتعرف وترجع تاني للمسيح. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كنا من قبل الصلب مباشرة قال ايه؟ هوذا بيتكم يترك لكم خرابا حتى تقولوا ايه؟ مبارك الآتي ايه؟ اسم الرب. دي آخر حاجة وجهها لليهود قبل الصلب. ها؟ هوذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابا. وفعلا ده حصل بعد الصلب. النهارده بيتجمعوا، بس بعد ما يتجمعوا العالم كله يقوم عليه. حتى تقولوا حتى تعرفوا الحق. وتقول مبارك الآتي اسم الرب فيرجعوا لمين؟ للمسيح مرة تانية. ايضا بولس في رومية 11 بيكتب برضه يكتب يقول ايه؟ بولس واضح الحته قال ايه؟ القساوه حدثت جزئيا لاسرائيل. من اول المسيح صلب لحد النهارده القساوه حدثت جزئيا لاسرائيل. الى ان يدخل ملء الامم. الامم تخش في المسيح ولا حصل؟ الامم دخلت في المسيح. وهكذا ما يخلص اسرائيل. يبقى اذا اسرائيل تخلص في اخر الايام؟ تخلص في اسرائيل هترجع لربنا تاني للمسيح، هترجع تاني للمسيح. امتى؟ بعد الضيقة العظيمة. هيخلص اسرائيل امتى؟ عن طريق الضيقة العظيمة اللي بدايتها ايه؟ جوك وايه؟ ومجوك. فهمنا حاجة؟ فهمنا؟ ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. يعني ايه؟ عدد كبير جدا. عشان كده في بعض المفسرين روسيا والصين. أكبر عدد في الصين. الأقوى ده جوج وموج العصر الحديث. رمل البحر عدد كبير جدا هيقوموا على ايه؟ على اسرائيل. نكمل ولا تعبتوا؟ تعبتوا؟ نكمل؟ طب نقول ناخد كمان حته. فصعدوا على عرض الارض واحاطوا بمعسكر القديسين والمدينه. بس استعجلت شويه برضه كلها ويقول لك ايه بعديها؟ واحاطوا بمعسكر ايه؟ ها؟ القديسين وبالمدينه الايه؟ المحبوبه. ايه هي المدينه المحبوبه؟ اورشليم. فنزلت نار من عند الله من السماء واكلتهم. اكلت مين؟ الرحيم على اسرائيل. ليه قال القديسين؟ لان الضيقه العظيمه هتحولهم الى ايه؟ الى القديسين. والان الارض دي ارض مقدسه. انا سمعت تفسير بس انا ما لحقتش ادور عليه. امشي ورايا يعني. بيقول ايه؟ ان في بعض النسخ في سفر الرؤيا، بس انا عايز ارجع لليوناني، الكلمه اليوناني. يقول ايه؟ يقول واحاط بمعسكر القدس. انا يعني انا سمعتها بس اقولها لكم، بس انا عايز ارجع لها تاني في النسخه اليونانيه. اليوناني مكتوبه ايه؟ القدسين معسكر القدسين ولا معسكر القدس؟ لو معسكر القدس يبقى واضح قوي. القدس اورشليم. طبعا هي واضحه امتى؟ بعد ما قال ايه؟ والمدينه المحبوبه. طبعا المدينه المحبوبه هي ايه؟ اورشليم طبعا، اورشليم. حتى لو قلنا بس هو المدينه المحبوبه اورشليم السماعيه بس المسيح ده كل ما بيحب اورشليم الارضيه برضه، ارض كنعان. ارض اجداده. هو جاي من الناس اللي ده بيحبها عشان كده المسيح بكى على اورشليم. بكى. المسيح بكى عدد بكاء كان قد ايه؟ قليل قوي يعني. من ضمنها مرتين ما ينفعش ثلاثة؟ مرة العذر، مرة أورشليم، ومرة في بيثمانيا. في المرات القليلة، عم قال المرات القليلة، طب في أورشليم بقى ليه؟ على بنات أورشليم، على شعب أورشليم، على الناس بتوع اللي بيصوم، برضه ما ننكرش، احنا كلنا المسيح يحب كل الناس، لكن برضه إيه؟ إذا هو جاي من الناس كلهم. جاي من أبوهم وأمهم، اللي قلدهم. الناس اللي كله جاي من عندهم مش كل اللي ماتوا دول. من اجله من اجل المسيح اليهودي اللي ماتوا من بعد الصلب لغايه ما هيأمن الاديان دي كلها. بس هو باك علي عشان كده باك علي عشان ما عرفوش. يبقى هنا بيتكلم على ايه؟ ارض النبوات. الارض اللي فيها المسيح والمدينه المحبوبه هي اورشليم.
نزلت نار من عند الله. طب ليه نزلت نار من عند الله؟ لأن الله هيسمع أصواتهم. إمتى؟ في نهاية الأيام. الضيقة العظيمة. يبقى إحنا نتكلم كده اللي قلناه ده هنقوله تاني عشان تحفظوها وتفتكروا. الضيقة العظيمة ده بدأ إمتى؟ بالوحش والنبي الكذاب اللي جه في الإصحاح اللي قبل كده. الوحش اللي هو إيه؟ في بعض المفسرين يقول الوحش هو الغرب. الغرب. الغرب اللي هيقوم. الضيقة دي هتخليهم يؤمنوا بالمسيح، مين هما؟ ها؟ اليهود. ولما يؤمنوا بالمسيح الوحش من الكذاب هيطرحوا في النار والكبريت. والغرب هيقوم على اسرائيل. ولما الغرب هيقوم على اسرائيل هيسلموا نفسهم للمسيح. ولما يسلموا نفسهم للمسيح هينزل نار وايه؟ وياخد كل اللي قاموا على المدينة معه. تنزل نار وتأكل. يبقى دي ترتيب الايه؟ أحداث الثقة العظيمة أو نهاية الأيام. نيجي بعد كده وإبليس الذي كان يضلهم طلع في بحيرة النار والكبريت. يبقى آخر حاجة إبليس اللي كان بيضلهم يطلع في النار والكبريت. حيث الوحش ده بالكذاب اللي قلنا عليه قبل كده يطلع في النار والكبريت برضه. وسيعذبون نهارا رانيا إلى أبد الأبدين. يبقى كان في وحش الغرب أو الحروب أو أو في ناس كنت فاصلناها قبل كده الأسابيع اللي فاتت. أو الوحش ده ملك عظيم او رئيس عظيم هيولع الدنيا، والنبي الكذاب ده اللي هو ضد المسيح انتي كرايست اللي هو هيجي برضه ممكن يكون من اورشليم او من القدس. وبعدين هيجي ايه؟ هيجي الشيطان يتحل 1000 سنه بعد الاسف يتحل بعد ال 1000 سنه بعد ما كان مربوط. طب بعد ما يتحل هيحصل حرب قويه جدا، والحرب القويه دي هتعمل ايه؟ في الاربع زوايا الارض جوج وماجوج، وهيجمعوا كل الشعوب وعايزين يخشوا على اسرائيل. اسرائيل هتعرف ان ربنا المسيح لها كل مجد هو المسيح المنتظر وهم اللي صلبوا. فهيرجعوا تاني، وبعد ما يرجعوا تاني ها هينزل المسيح على كل الناس اللي راحوا في حياتهم دول نار. وبعد كده يروح مدخل ابليس في الايه؟ في النار والايه؟ والكبريت. وسيعذبون النار لنا الى ابد الابدين. ده معنى كده ان في ايه؟ في نار في كبريت حيث الوحش والنبي الكذاب. ومين معاهم؟ كلها لهم سمات الوحش او الايه؟ او الشيطان. وسيعذبون النار الى ابد الايه؟ الى ابد الابدين. يبقى في ايه؟ في عذاب الى ابد الابدين. ممكن بقى الجزء الاخير ده بقى ايه؟ هو الجزء الاخير ده سهل بس ممكن المره الجايه مع جزء من صح 21 كده شويه. ربنا يدينا ان احنا لما نسمع هذا الكلام نعرف كلمته ونعمل بيها كلمه لا يكون لنا سمات المضر، وان احنا كل الكلام ده يدينا رجاء في المسيح على كل ما بدأ من الأول.